أفادت وسائل إعلام سعودية بأن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي، وذكرت أنه توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة قد أعلن صباح اليوم من خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية تفاصيل مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفخم، حيث قال في مساء يوم السبت الموافق 29/1441 هجريا، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفخم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل العلي. وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفخم وممدوح العلي، فخرج الأخير من المنزل وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفخم رحمه الله، أدى إلى إصابته واثنين من موجودين في المنزل هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية. وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني بادرها بإطلاق النار رافضا للاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره. وأكمل المتحدث باسم الشرطة في بيانه أسفر ذلك عن الآتي: مقتل الجاني على يد قوات الأمن واستشهاد اللواء عبد العزيز الفخم رحمه الله بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز سبتي سعودي الجنسية وجيفري يانغ فلبيني الجنسية الموجود بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة، والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية، والله ولي التوفيق.